الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: بالنسبة للسفر، إذا كنت لا أعلم كم المدة التي سأمكثها فهل يجوز لي القصر؟ وإذا كنت أعلمها مثلا كأسبوع أو نحوه، فهل يتجري علي أحكام السفر؟ الحمد لله، إذا كان المسافر لا يدري عن مدة بقائه في البلد المسافر إليه فله عند جمهور أهل العلم أن يقصر حتى يجزم ويعين المدة، هذا عند الجمهور. والقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أن المسافر يبقى محكوما عليه بحكم السفر، وله أن يترخص برخص السفر حتى يتحقق فيه وصفان. الوصف الأول أن يرجع إلى بلده الذي سافر منه، فمتى ما رجع المسافر إلى بلده فقد انقطع حكم سفره. الوصف الثاني أن ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، كما نوى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة الدائمة المطلقة في سفره إلى المدينة، أنه لن يرجع إلى مكة ويقيم فيها. فإذا تحقق أحد هذين الوصفين انقطع حكم السفر، وأما ما عداهما فإنه لا يزال مسافرا سواء أعلم المدة التي سيقيمها في هذا البلد، وسواء أكانت المدة أقل من 4 أيام أو أكثر من 4 أيام، أو لم يعلم المدة أصلاً، فكل ذلك لا يؤثر في القصر من عدمه في أصح قولي أهل العلم، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلا ينقطع حكم السفر عن المسافر إلا بهذين الوصفين: إما أن يرجع إلى بلده الذي سافر منه، وإما أن ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، والله أعلم.